السلام عليكم. الديمقراطية نظام مأزوم وفيه أمراض جينية، وقد استفحلت حالته إذ لم يسبق أن حكم شعب نفسه بنفسه، وإنما هي الكتل المالية وأصحاب النفوذ الذين يرفعون من يخدم مصالحهم ويحطون من يعارضها. ولكم في أصحاب السترات الصفراء في فرنسا خير دليل، وإن لم يكن كافياً فدونكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتجاوز المؤسسات الدستورية ويعين ويعزل وفق هواه حيناً ووفق الولاء حيناً آخر. وبالرغم من كل ذلك فإن محاولات عزله أخفقت وخرج بريئاً. هذه المقدمة خلاصة آراء عدد من المفكرين الغربيين والشرقيين الذين يتحدثون عن عالم ما بعد الديمقراطية وعن عصر ديكتاتورية رأس المال. ويبدو أن الديكتاتورية العربية تحسست من أختها العالمية خبراً أثلج صدرها، فاخضرت أوراقها بعد اصفرار وانتعشت في عدد من الأخطار. فهل حقاً عادت الحياة إلى الاستبداد السياسي بعدما ظن أنه فارقها؟ وهل من علاقة بين تراجع الديمقراطية في عقر دارها وبين اشتداد وطأة الاستبداد في المنطقة العربية؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب تبحث موضوع الحكم في زمن الاستبداد. شهد العالم العربي في السنوات القليلة الماضية ثورات شعبية أتت على أنظمة اتسم حكمها بالاستبداد والشمولية وتقديس الحاكم وانتهاكه للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وشكل الحكم الفردي والحزب الواحد المستأثر بكامل السلطات وثروات البلاد القاسمة المشتركة بين أنظمة جمهورية في هذه الدول العربية، حتى غدت أكثر شمولية من الأنظمة الملكية المطلقة التي تستند في حكمها على انتقال السلطة من الأب إلى الابن وسط غياب كل أشكال الحكم الديمقراطي المتعارف عليها. وسجل تاريخ الأنظمة الدكتاتورية في العديد من الدول العربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رصدتها العديد من المنظمات الدولية على مدى عقود. كان سبب استمرار حكم هذه الأنظمة عقودا طويلة وتأخر محاولات شعوبها في الانتفاض عليها قسوة تلك الأنظمة وسطوتها وقمعها لشعوبها. فها هي الدول العربية تتذيل الحيز الأخير بين الترتيب في مناطق العالم على مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة إيكونوميست، إذ حصلت على أضعف أرقام المناطق الجغرافية الواردة في التقرير. الشعوب العربية حاولت من خلال ثورات الربيع العربي أن تتلمس طريق الحرية لينبذ الاستبداد، لكنها في أغلب الأحيان كانت تصطدم بمأساة قديمة جديدة تدعى الانقلابات العسكرية، التي تقدم نفسها في بعض الأحيان في شكل ثورات شعبية وهمية. فلا تبدو الحالة السياسية مفهوماً وممارسة أفضل حالاً اليوم مما كانت عليه أوائل القرن الماضي، وكأن شيئاً لم يتغير، وكأن العالم العربي انقسم بعدالة بين الاستبداد المدني والعسكري. وبما أن الديكتاتوريات الجديدة نشأت في عالم جديد، فقد دخلت نظم الاستبداد في أزمة التجدد ومواكبة العالم الذي أصبح قرية كونية حقيقية. لذلك برزت إشكالية الشرعية والكفاءة والقدرة على الإنجاز، فكان لابد أن تحاول النظم العربية التكيف والتلاؤم دون فقدان سلطتها، أو على الأقل التنازل عن جزء منها. وفي هذه الظروف يعود الحديث عن الشعب والمشاركة والشفافية، وكلها مفردات غريبة عن النظم العربية الاستبدادية. فتلك النظم دأبت على الحديث بأنها تمثل الجماهير، لذلك حكمت وفكرت وقررت بالنيابة عنها. لا يزال العالم العربي الكتلة الشقية في خرائط العالم، ورغم أن أراضيه تحوي أكبر الثروات التي تؤهل سكانه لمعيشة رغيدة وحياة هانئة ونهضة كبرى في كل المجالات، لكن المرض السرطاني يكمن بتجريف وعي سكانه وتهميش تعليمهم، حتى أصبح بيئة طاردة للعلم والعلماء.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، والأستاذ عبد الوهاب إكنجي الكاتب والباحث السياسي التركي، وسيكون معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بالجمع الكريم. معك أبدأ أستاذ أمجد، يعني بعيدا اندلاع الانتفاضة في عدد من الأقطار العربية، ثارت موجة من الكتابات عن أنه الاستبداد انتهى من هذه المنطقة وخلص، يعني الآن صار وقت الحريات وتغيير الأنظمة، لكن بعد ذلك شهدنا أن هذا الاستبداد عاد أقوى مما كان عليه وثبت في أكثر من دولة، حتى في بعض الدول الخليجية التي لم تكن مصنفة على قائمة الاستبداد صارت فيها حكم الرجل الفرد. هل كانت التنظيرات التي تحدثت عن ذهاب مرحلة الاستبداد، هل كانت تنظيرات عاطفية أقرب منها إلى أن تكون موضوعية؟ دعني أولا أن أقول نحن نعيش في مرحلة انتقالية، والمقولة الأخرى أننا في يعني هذه المرحلة المعاصرة قد تحجب عنا النظر لمسافة بعيدة. بعبارة أخرى، ما نراه اليوم ليس هو الوضع النهائي، هذه واحدة. الأمر الآخر أننا في خضم عملية تطور، لكني أتفق مع القائلين بأن هناك حالة استبداد في العالم العربي وهي حالة قديمة، وجاءت الثورات العربية وحاولت أن تكسر هذه الحالة من الاستبداد، وبالفعل عملت إنعاش للبعد الشعبي، حركت الجماهير، حركت النقابات، حركت الشوارع، بدأنا نشهر شعارات، يعني شهدنا شعارات لم نكن نعهدها قبل ذلك. لكن للأسف العالم العربي هو في ملتقى صراع أو ملتقى يعني طرق بين عدة قارات جدا مهمة، وفيه جزء من المصالح الاستراتيجية المهمة جدا سواء متعلقة بالنفط أو الممرات الاستراتيجية أو وجود احتلال إسرائيلي في قلب العالم العربي. هذه الأشياء تمنع في الحقيقة حدوث نقلة ديمقراطية أو انتقال ديمقراطي، فلذلك الاستبداد في هذه المنطقة جزء منه مرتبط بوجود عامل خارجي قوي جدا دعم لهذا الاستبداد. يعني بعبارة أخرى، في وجود إدارة مثل إدارة دونالد ترامب لا تتوقع كثيرا أنه سيحدث تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، لأنه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مضمونة بوجود هؤلاء المستبدين العرب. يعني لماذا تغير مثلا في مصر أو في السعودية أو في الجزائر إذا كان المصالح الأمريكية أو الغربية بشكل عام مضمونة مع هذه النظم الموجودة القائمة حاليا؟ فلذلك هذا الاستبداد العربي ربما مبني على معادلة أنه هم يضبطون الحكم في العالم العربي مقابل أن يرضى عنهم الخارج ويستمر في دعمهم بدون محاسبتهم على حقوق الإنسان، انتهاكات في مجال الديمقراطية وبقية الانتهاكات. لكن في المحصلة يعني ليس هناك إزادة للاستبداد وعادت الأمور أسوأ مما كانت عليه. أنا دعني أؤكد مرة أخرى على أن المرحلة الانتقالية يكون فيها غموض، وليس سهلا أن تقول أنه الاستبداد سيعود. أنا في تقدير الشخصي أننا نمر بسنوات ربما لا تزيد عن 10، هذه السنوات بعدها سننتقل إلى وضع جديد قد يكون أقرب إلى الديمقراطية، يعني نشهد حالة تغيير، وهذه الحالة من التغيير فيها ملامح من المراحل السابقة وفيها درجة من الاستبداد نعم، لكن ربما نكون نتحرك، وخصوصا بالمناسبة بعد الثورتين الجزائرية والسودانية وأخيرا العراقية أيضا، لأنه هناك حراك حقيقي لدى الجماهير لدى الشعب. يعني احنا شاهدنا مثلا في الجزائر هناك انتخابات أفرزت رئيسا جديدا، رغم ذلك الحراك الشعبي مستمر، لكن الرئيس الجديد من قلب النظام القديم. هذا صحيح. أنا لم أنكر أن بعض ملامح النظم القديمة لا زالت موجودة، وحتى حالة العراق لا زال موجودا، النظام الطائفي موجود إلى حد ما، نفوذ إيران موجود، نفوذ أمريكا بدرجة من درجات موجود، لكن الذي أؤكد عليه أن الشارع يشهد صحوة تبشر بشيء مقبل، قد لا يكون هذا الشيء قريبا جدا، يعني قد لا يكون في سنة أو سنتين، ربما في 5 سنوات أو شيء من هذا النوع. طيب أستاذ عبد الوهاب، جل الأقطار العربية التي شهدت انتفاضة عاد إليها الاستبداد من باب آخر، وبعضها شهد استبدادا أو نظاما سياسيا أشد وطأة وأكثر شمولية مما كان عليه من قبل، ما الذي أوصل هذه البلدان التي شهدت انتفاضات وقدمت الدماء إلى هذه الحالة التي تترحم الآن في ظلها على ما كانت عليه قبل الانتفاضة؟ يعني أولا يعني العالم العربي والدول العربية لم تعد إليها الدكتاتورية والاستبداد، بل كان قبل ذلك أيضا هناك استبداد، ولكن أصبح الاستبداد متساعدا أكثر من قبل. لماذا؟ لأي سبب؟ هناك سببان، يعني سبب مرئي
وهو يعني التخطيط الذي قد خطط من قبل أمريكا والصهاينة لأجل يعني الزعزعة ولأجل يعني إيجاد وصعود المشاكل في الدول العربية، لأن الظلم والاستبداد لا ينتج إلا المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخطتهم تستهدف وصول الصهاينة إلى الأهداف المزعومة والأهداف التي تؤمن بها، يعني من السيطرة والتحكم مباشرة ما بين النيل والفرات. لماذا أقول مباشرة؟ لأنهم الآن هم يتحكمون ولكن لا يرضون بالتحكم الغير المباشر، يريدون أن يتحكمون يعني بحكم مرئي، وأن تكون يعني علمهم وأن يكون علمهم مرفوعا في هذه المناطق وهذه الجغرافيا. لذلك يعني هم حسب زعمهم وحسب ظنهم هذا التصعيد يعني سيجعل الدول الموجودة مقسمة ويفتح الطريق لأجل تخصيص تمزيق الممزق وتشتيت المشتت. ونحن نجد هناك إلى حد ما كأنهم قد وصلوا إلى ما يستهدفونه في العراق من تمزيق العراق. يعني الآن العراق أصبحت ممزقة يعني عمليا، يعني ما بين الأكرادي وما بين أهل السنة وما بين الشيعة، وهكذا وضع سوريا يعني كما نشاهده. وفي نفس الوقت السعودية أيضا مستهدفة لأجل أن تمزق. يعني تحقيق هذا المخطط لا يتحقق إلا بوجود أنظمة قمعية؟ هذا هو رأيهم، ولكن لو سألتني يعني هذا هو ما خلف الستار، ولكن أنا لو أردت أن أجيب يعني انطلاقا مما أراه، نحن في مرحلة المخاط لانطلاق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يشير إلى المراحل التي تمر بها الأمة نجد بأن المرحلة الأولى مرحلة النبوية، المرحلة الثانية مرحلة الخلافة، المرحلة الثالثة مرحلة الاستبداد، مرحلة السلطنة، ومرحلة الرابعة هي المرحلة الديكتاتورية الاستبدادية، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة العدل ومرحلة السلم ومرحلة الخلافة. نعم. يعني الخلافة الراشدة. لذلك عندما نحن يعني نعمق الفكر يعني في هذا الموضوع وننظر إلى المتخصصين يعني الجدد والقدامى يعني من المتخصصين يعني في شؤون الاجتماعية، نجد بأن يعني هذه المرحلة التي تحتاجها البشرية يعني سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من العدل، هذه المرحلة يسبقها مرحلة استبدادية ومرحلة ظلم يكون متساعد. لذلك يعني نحن عندما ننظر إلى ما نعيشه وإلى ما نعاني منه في هذه الدول من تساعد الاستبداد ومن إراقة دماء الشعوب ومن غصب حقوق الشعوب رغما على إرادتهم كما حصل في مصر، يعني هناك منتخب شرعي وقد أتى العسكر وكلنا نعلم بأنهم يعني عملاء للصهاينة وعملاء لأمريكا. هذا الاستبداد يعني حسب نظرهم كأنه مقدمة لما ليوصل إلى أهدافهم، ولكن نحن عندما ننظر إلى تاريخ الإنسانية السياسية البشرية، يعني التاريخ السياسي الاجتماعي يعني من أول التمدن حتى الآن، نجد بأن هذه المراحل هي مرحلة المخاط لانطلاق عظيم. طيب. وهي تحرير فلسطين أيضا على رأسها وتحرير جميع الشعوب المظلومة، لأننا نؤمن نحن طبعا حتى الآن نتحدث وفق المعطيات السياسية التي تحدث في المنطقة. أريد أن أنتقل إلى لو أذنت لي إلى لندن. مرحبا بك أستاذ جعفر. لا يخفى عليك وأنت تعيش في الغرب أن كثير من المفكرين والكتاب الغربيين تفيض كتاباتهم بالحديث عن تراجع الديمقراطية وتقهقرها ويضربون على ذلك بأمثلة كثيرة. السؤال هو ما العلاقة
بين تراجع هذه الديمقراطية في الغرب وصعود اليمينيين أو الشعبويين وصعود الأفراد ذوي الميول الفردية أو الحكم الفردي إلى حد ما بشكل أو بآخر، العلاقة بين هذا وبين انتعاشة الأنظمة السياسية القمعية في المنطقة العربية؟ بداية تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا لا أتصور بأن هناك نكسة للديمقراطية. ينبغي علينا أن ننوه بأنه على الصعيد الوطني في الغرب الديمقراطية لا زالت هي قائمة ولا زالت هي الخيار الأفضل لهذه الشعوب وتمارس بشكل سليم وصحيح، وحتى وإن حصل عليها نوع من التحايل من بعض المؤسسات أو الأفراد أو الأنظمة فهذا يعتبر ربما يعني عيب على الديمقراطية، لكنما لا ينقص من قيمة الديمقراطية في ظل انعدام خيار ربما أمثل أو أفضل منها. ولذلك حتى إن حصل أحيانا نوع من الخلافات أو النقد أو ما شابه ذلك، تبقى الديمقراطية هي الخيار الأفضل بالنسبة للمجتمعات الغربية. لكنما لماذا هل يرتبط هذا الأمر في مجتمعاتنا الإسلامية أو العربية؟ لكن أستاذ جعفر، يعني أبقى معك، يعني قبل الانتقال إلى المجتمعات العربية والإسلامية، يعني مظاهرات أو تظاهرات أصحاب الستر الصفراء أو السترات الصفراء في فرنسا كانت تعبيرا حيا على كفر بين قوسين هذه الشعوب بنتائج الديمقراطية، وكان هناك يعني مواجهة عنيفة مع طبقة الحاكمين، وهذه أمثلة تضرب أيضا في أمريكا التي أتت برجل يقفز على المؤسسات الدستورية ويقود البلاد بشكل يعني فردي، بشكل يتبع هواه. ألا تعتقد أن هناك كما يقول بعض المفكرين الغربيين صحوة لدى الشعوب الغربية بأن الديمقراطية لم تكن يوما هي الحاكم أو هي الوسيلة إلى الحكم؟ لا، لننظر بأنه في هذه المنظومة هناك ثلاثة أطراف، واحدة هو المواطن أو الفرد، وهناك الحاكم والمؤسسات. أنا أتفق معك بأنه المؤسسات تضخمت وتحول كثير من هذه المؤسسات إلى مؤسسات ربحية، وهي التي تلعب دورا أكثر من المواطن وحتى من الحاكم. فالحاكم أو الرئيس في هذه المجتمعات لا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى إلا بإعاز وبدعم من هذه المؤسسات. هذه المؤسسات حقيقة تضخمت وكبرت وتوسعت، لكنما الإشكالية لا تعود لنفس المؤسسات، لأن هذه المؤسسات توسعت عن دائرتها ونطاقها الوطني وتحولت إلى مؤسسات دولية كونية ممثلة في شركات عملاقة عابرة الحدود ومتعددة الجنسية، وبالنتيجة المصالح لهذه الشركات هي ليس بالضرورة أن تكون مصالح وطنية، بينما المواطن يبحث عن مصالحه المتمثلة في المصلحة الوطنية. من هنا نسمع اليوم هناك خطاباً يعني شبه شعبوي أو شعبوي، وهذا الخطاب أصبح مقبولاً في الشارع. إذا ما أخذنا دونالد ترامب والمجتمع الأمريكي الآن، نلاحظ أن هناك لحمة وهناك ارتباط جدا قوي بين الجانبين ونقم على المؤسسات. حتى بالنسبة للحزب الديمقراطي مثلا الآن في هذه الانتخابات، في الحزب الديمقراطي هناك تيار الآن هو يهاجم هذه المؤسسات والأثرياء، وبالنتيجة هؤلاء المرشحون هم يدركون بأن الشارع يبحث عن قفز على هذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات تحولت إلى سواء كانت مؤسسات الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك. أما بالنسبة إلى فرنسا أو السترات الصفر، أنا باعتقادي أنه ليس معنى بأنه تكون هناك ديمقراطية لا توجد هناك مظاهرات، ولكنما هذه المظاهرات ينبغي أن تمر طيلة عام يعني ولا يسقط فيها قتيلا، كما نلاحظ مثلا في العراق أو في سوريا تقتل مئات الآلاف من الناس لأنه يطالبون به أدنى مستوى من حقوقهم. الديمقراطية تضمن المظاهرات إلى المجتمع، وبالنتيجة ليس بمعنى أنها يعني لا يوجد عليها نقد، لا يوجد هناك إخفاقات على قطاع الاقتصاد أو في أي مجال آخر. لكن بالنسبة إلى مجتمعاتنا، أنا أعتقد أنه المشكلة تبلورت كثيرا حينما
للأسف الديمقراطية لن تخرج من نطاقها الوطني، ولم تواكب الحركة حركة العولمة، ولم تستطيع أن تعمم إلى العالم، وهذه كانت نكسة. كثير من الساسس وكان الولايات المتحدة الأمريكية أو هنا في أوروبا رأوا بأنه في ذهابهم لتكريس الديمقراطية في العالم ينبغي أن يتخلوا عن كثير من مصالحهم الوطنية، وهذا سوف لن يكون لصالحهم. ولذلك أتفق معك بأن هناك نقص وهناك رجعة أو تراجع للديمقراطية على المستوى العالمي، وهذا أتاح الفرصة إلى المستبدين في مجتمعنا الإسلامي والعربي أن يبقوا على استبدادهم. وللأسف جاءت محاولات الشعوب متزامنة مع هذا التراجع الملحوظ في العالم الغربي، مما فتح يد المتسلطين والمستبدين في المجتمعات العربية والإسلامية لقمع الشعوب العربية. طيب، هذا التراجع الذي تحدث عنه الأستاذ جعفر الهاشمي، يعني ثمة من يقول بأنه وليد أو نتاج معادلة ثنائية هذا، بأنها إحداها تقول إما الفوضى والأخرى تقول إما الاستبداد السياسي، وانتصر في النهاية الرأي الشعبي الذي يميل إلى لا الاستبداد السياسي بدلا من الفوضى، وهي معادلة تاريخية في هذه المنطقة لم تكسر حتى الآن. إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل؟ هو أنا يعني أرغب في أن نخرج خارج هذه الثنائية، لأن هذه الثنائية ليست صحيحة. يعني لا يجب أن يكون الخيار بين الفوضى وبين الاستبداد. هذا المطروح، هذا هو يعني المطلوب، أنه القوى العربية أو الشارع أو الجماهير أو المفكرين يحاولوا يطوروا نظرية أو شيء من هذا النوع، بحيث نخرج من هذه الثنائية، بحيث نسعى إلى تحسين أوضاعنا وفي نفس الوقت لا نخير بين الفوضى والاستبداد. لو سمحت لي فقط أن أعلق فقط على مجمل ما تفضل به الدكتور جعفر. حتى المؤسسات بالمناسبة ممكن أن تفسد، يعني هو يعني يقول أنه يعني قد يكون الفساد في شخص، يعني مثلا الرئيس ترامب، أو ربما مثلا في عدم قدرة الرئيس مثلا يعني في فرنسا أو شيء من هذا النوع، لكن أو مثلا في صعود شخص جونسون مثلا في بريطانيا أو شيء من هذا النوع. لكن حتى في عز المادة الديمقراطية، المؤسسات الأمريكية لا تتصرف أبدا بطريقة ديمقراطية في الخارج. يعني السياسة الخارجية الأمريكية عمرها ما كانت ديمقراطية نهائيا. الدعم الأكبر لإسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة احتلت العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا. يعني فكرة أن الغرب ديمقراطي في الداخل مع مواطنيه، لكنه ليس ديمقراطيا أبدا في الخارج. هو في الخارج يمارس استبدادا واضحا، وهذا الاستبداد من مفرداته أنه يدعم المستبدين العرب والمستبدين في دول العالم الثالث. مسألة أخرى تتعلق بأنه يعني الغرب فيه ملامح شيخوخة لا يجب أن ننكرها، حتى في المؤسسات الغربية. يعني حتى فكرة الديمقراطية في الغرب لم تعد لها ذات الجاذبية السابقة، حتى لو لم يطوروا حتى الآن نظرية بديلة لفكرة الديمقراطية في الحكم أو شيء من هذا النوع. أنا أذكر بأنه المفكر شبينغلر كتب منذ وقت طويل عن ديكلاين أو انحدار الغرب، أنه فكرة أنه الحضارة الغربية فيها بعض الأزمات، وهذه تؤدي بالتدريج إلى انحدار هذه الحضارة أو شيخوخة الغرب بمعنى من المعاني. بالمناسبة الحالة الألمانية قد تكون مثال لهذا الموضوع، وأكثر من مفكر تحدث عن هذا. سنبحث هذا الأمر، موضوع الغربي وعلاقته بالاستبداد في المنطقة العربية، بعد الفاصل. هذا فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الاستبداد السياسي والتقاطه أنفاسه في المنطقة. أستاذ عبد الوهاب، صحيفة فورين بوليسي المهمة الأمريكية تقول في مقال لها قريب، تقول إن الركود مسار الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية مرده إلى صمت أمريكي
على ما يفعله الحكام العرب بشعوبهم، وذلك لاعتبارات مصلحية وطنية ضيقة. هل توافق على هذا التحليل؟ وكيف يكون يعني صمت الأمريكي له علاقة بتقوي الأنظمة وتوحشها في إدارة المنطقة؟ طبعا يعني أمريكا هي التي تريد يعني هذا الاستبداد والابتعاد يعني عن الديمقراطية، لأنها تعلم بأن الشعوب لو أعطيت لها حريتها لم يعني يختاروا هذه الأنظمة، ولم يعني يؤيدوا يعني الذين هم الآن يعني يحكمون هذه المناطق، هذه الدول العربية. طب لماذا لا تدير أمريكا علاقاتها مع حكومات منتخبة؟ ما المشكلة؟ طبعا يعني لأنها تريد حكومة تكون موالية لها، وتريد حكومة يعني مع الموالاة يعني حكاما يعني ينفذون خططها. ومن أبرز الخطط والأهداف، وإنني أريد أن أكرر وأؤكد هذا، هو يعني قبول مشروعية الصهاينة. ولذلك نحن الآن نجد بأن السعوديين أصبحوا يعني من المؤيدين على مستوى يعني عالي للصهاينة، وهكذا الإمارات، وهكذا يعني بعض الدول وإن لم يكن على هذا القدر. وأمريكا تعلم بأن الشعوب المسلمة يعني في هذه الدول لو فتح لهم الطرق سيختارون من لم يوالي أمريكا ومن لم يؤيد هذا الهدف الصهيوني. لذلك يعني هي في الحقيقة ليست ساكتة، هي مؤيدة. السكوت شيء والتأييد شيء آخر. يعني كلنا نعلم، وكل من له وجدان ومن له فكر ومن له إلمام بما يجري في المنطقة يعلم بأن يعني الحكام في السعودية وفي الإمارات وفي بعض الدول الأخرى وفي مصر لو لم يكونوا مؤيدين من قبل أمريكا لما أمكن لهم أن يحكموا يعني سنة يعني ما يحكمونه من هذه المناطق. لذلك أمريكا هي ساكتة، لا بل هي مؤيدة وهي المنفذة لهذه الخطة. فكيف نحن يعني يكون عندنا رجاء وأمل بأن أمريكا تؤيد الشعوب؟ أليست هي التي تريق الدماء في العراق؟ أليست هي التي تريق الدماء يعني؟ وطبعا هي وروسيا في نفس الوقت والدول الأخرى يعني في سوريا. أليس هي التي يعني أتت بصفقة القرن يعني العجوبة التي لا يمكن أن يقبلها أي بشر يعني صاحب وجدان، لا أقول صاحب دين وإيمان. طيب. يعني أستاذ عبد الوهاب، يعني حقيقة يعني هناك مناطق كثيرة من العالم كسرت هذا الحاجز، بينما يصر هنا المنطقة العربية على وجود نظرية المؤامرة التي أريد أن أبني على ما تفضلت به. لأسأل الأستاذ جعفر في بريطانيا، يعني هناك شعوب كسرت هذه النمطية من سيطرة أمريكا على أنظمتها وخرجت من ربقة الاستبداد السياسي إلى شواطئ الحرية. في المنطقة العربية ما الذي يمنع من السير في هذا المسار؟ كيف نريد أن نفهم كيفية وميكانيزم أو آلية التأثير ما يحصل في الغرب على المنطقة العربية وعلى توحش الدولة هنا؟ يا سيدي الكريم، الدور الغربي في المنطقة والقوى العظمى كلها يعني غير قابل للإنكار، ولكنما تضخيمه إلى درجة أن يصبح هو العنصر الأساسي في تحويل المجتمعات التي هي مجتمعات حديثة على الديمقراطية وفيها أنظمة استبدادية استفحلت في هذه المجتمعات، وحتى فيها مؤسسات مجتمعية أو اجتماعية هي تغذي البقاء للاستبداد وتقارع الحرية والديمقراطية كمؤسسة القبيلة وحتى الدين المشوه بالمفاهيم المستغلة أحيانا. كل هذه حقيقة تبقى أسباب جوهرية وأساسية، ولذلك أنا أرى بأنه العائق الحقيقي في تلك المجتمعات هو ليس الغرب بقدر ما هي المجتمعات. ولدينا نماذج كثيرة، خذ أنت على الديمقراطية النموذج في ماليزيا على سبيل المثال، حتى تركيا كيف تطورت هذا التطور واستطاعت أن
تخرج من الجمهورية الأتاتوركية هذا الشكل من الديمقراطية. ولذلك أنا لا أتصور بأنه إن كان هناك شعب اليوم يستطيع في الشرق الأوسط من الشعوب العربية أن يمتلك هذا الوعي ويتحرك وفق برنامج لثورة أو لإصلاح أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتكون قادرة على فشل وإجهاض هذا المشروع. نعم المشكلة لدينا نحن في الشرق بما أنه الديمقراطية هي أصبحت مفهوم دائما يعني يتداعى لنا الغرب وأنه الغرب مر بهذه المرحلة وجربها وكان يتشدق بها واليوم يتشدق فيها. يبقى أننا ننتظر كثيرا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب أن يأتي ويبني الديمقراطية لدينا في داخل مجتمعاتنا، بينما أنا أتفق مع الأستاذ أمجد وأكدت على هذا الأمر بأنه الديمقراطية الوطنية في داخل المجتمعات الغربية هي نظام قائم مقدس محترم، ولكنما تلك الدول لن ترغب أو ربما مصالحها تقتضي أو أنها حتى الآن لن تكون بذلك المستوى أن تذهب بالديمقراطية أبعد من حدودها. ولذلك معنى الديمقراطية أحيانا هنا بالنسبة إلى دونالد ترامب، ما يهم دونالد ترامب اليوم كيف يرضي المواطن الأمريكي وإن غزا العراق أو غزا سوريا وأخذ نفطه وأخذ ثرواته أو يعني حتى اصطلح مع الحكام المستبدين هناك، هذا ما يهم الأمريكي ويهمه أيضا ممارسة الديمقراطية في إطار دائرة وطني. طيب لكن حقيقة أستاذ أمجد يعني ثمة مثالان صارخان على أن الديكتاتورية بدأت تأخذ شكلا أقل قتامة وأكثر وسامة إذا صح التعبير، ومثال روسيا التي فيها انتخابات ويذهب الرئيس بوتين ويأتي بدلا منه ميدفيديف ثم يرجع بوتين، يعني هناك تداول للسلطة ظاهرا. ومثل ثاني في الصين دولة استبدادية نظام الحزب الواحد والرجل الواحد ورئيسها انتخب مدى الحياة، ومع ذلك هناك نمو اقتصادي وتقريبا أنت ستضع أمريكا خلفها، هذا مرشح لأن ينتقل إلى المنطقة العربية. هل تستطيع الأنظمة العربية بما لديها من توحش في إدارة الدولة أن تحقق هذه المعادلة، معادلة وجود انتخابات واستبداد ومعادلة نمو اقتصادي واستبداد؟ لا أظن، أنا أظن أن المنطقة العربية لها بعض الخصائص الخاصة وربما أيضا موجودة في الشرق الأوسط بدرجة أقل التي تمنع حدوث مثل ما يحدث في روسيا أو الصين. وأيضا دعنا لا نعول كثيرا على النموذج الروسي ولا النموذج الصيني، لأنه في التحليل الأخير يعني مقياس أن تكون الدولة ديمقراطية هو أن يعني يكون إلى حد ما هناك نمو اقتصادي جيد في الدولة، يكون هناك تداول في السلطة، يكون هناك مستوى عالي من الحريات لدى الناس، الناس لا تشعر بالتضييق عليها. يعني الديمقراطية الروسية إذا جاز القول هي ديمقراطية موجهة وهي ديمقراطية مركزية وهي إلى حد ما صنيعة الرئيس الروسي. يعني في التحليل الأخير الشخص البارز جدا في هذا النظام هو الرئيس فلاديمير بوتين. ما عدا ذلك احنا نشهد كراسي موسيقية تغير رئيس الوزراء تأتي برئيس الوزراء في مكان وهكذا، يعني المسألة بهذا الشكل. إلى حد ما أيضا النموذج الصيني له درجة من الفرادة المختلفة كثيرا عن الحالة العربية، وهي أيضا برضو نفس الفكرة، فكرة مركزية وهي فكرة ليست ديمقراطية بالمعنى التقليدي يعني ولا حتى بالمعنى المؤسسي. لكن لو سمحت لي أن أؤكد فقط على بعض ما تحدث به الدكتور جعفر، فكرة عدم التعويل على العامل الخارجي في إحداث نقلات ديمقراطية أو تنموية أو في الحريات في العالم العربي، العامل الذاتي هو الأهم، وهو ضرب مثالا بالحالة الماليزية والحالة التركية، وهذا دليل فعلا إذا كانت الدولة يعني قائمة على سوقها وتستطيع أن تنشئ المؤسسات التي تخدم فكرة الديمقراطية والحرية والتنمية إلى آخره فإنها ستنجح في النهاية. بالمناسبة النموذج التونسي ليس فاشلا كثيرا، يعني هو فاشل أو يتعرض لتحديات ربما لكنه ليس فاشلا أيضا بالمعنى الدقيق، والسبب بالمناسبة لأنه العامل المجتمعي في تونس متماسك، هذا مجتمع متماسك ليس فيه طوائف مختلفة. أستاذ أمجد ربما في تونس لا يوجد استبداد بالمعنى المتوحش كما في مصر أو سوريا أو العراق، هذا صحيح. لكن صحيح. هناك الفساد ينخر في الدولة وقد عبر الشعب والنخب كثيرا حسب عن هذا. لو سمحت لي حسب وزن الدولة، يعني مصر بالنسبة لنظام الرأسمال العالمي هي دولة كبيرة جدا وعلى ممرات استراتيجية مهمة جدا، وهي منخرطة في علاقة مع إسرائيل وأمريكا من 50 سنة مثلا، فهذا يؤثر كثيرا في فكرة
أنهم يمنعون أنها تتحول ديمقراطيا. في حالة تونس بالمناسبة أوروبا تتسامح قليلا مع وجود درجة من الديمقراطية في تونس، لا بأس حتى لا يقال أن أوروبا معادية للديمقراطية أو معادية للعالم العربي أو شيء من هذا النوع. طيب أستاذ عبد الوهاب، مهما كان الدعم الغربي للأنظمة العربية، لا يمكن لهذه الأنظمة أن تصمد كل هذا الصمود وأن تستمر كل هذا الاستمرار لولا وجود حاضنة شعبية في النهاية قبلت بهذا المنطق. يعني طبعا في الحقيقة يعني هناك بعض القواعد وهناك بعض المبادئ العلمية السياسية، وكلنا نعلم يعني بأهمية هذه المبادئ. يعني الحصول على الحرية أو الديمقراطية موقوف على الوعي، على تنمية التنمية الاقتصادية، على الثقافة، على التوجيه وإلى آخره، وأن يعني وعلى طلب الشعوب. هذه إن كانت ظروف يعني ظروف طبيعية، ولكن يلزم أن نعلم بأن الظروف التي نحن نعيشها في العالم الإسلامي وفي الدول العربية ليست ظروف طبيعية. لذلك إضافة إلى هذه الشروط لأجل التقدم والحصول على الحرية والديمقراطية، هناك شروط خاصة بالمنطقة لظروفها الخاصة. نحن كلنا نسمع الحرب بالوكالة، صحيح؟ ولكن يجب أن نعلم بأن الحرب بالوكالة هي نتيجة عن السياسة بالوكالة، عن الإدارة بالوكالة. لأننا يجب أن نعلم بأنه بعد سقوط الخلافة العثمانية، الدول التي أنشئت يعني بعد تمزيق العالم الإسلامي وتشتيته، كلهم أتوا بالوكالة للمشتتين والممزقين. لذلك مثلا في تركيا نحن حصلنا على نتيجة الحمد لله. يعني الأخ أتى بمثالين، بمثال تركيا ومثال يعني ماليزيا. ماليزيا لأنها بعيدة عن المنطقة، هذا هو السبب الرئيسي. لو كانت ماليزيا بجنب الاحتلال الصهيوني أو في الشرق الأوسط في العالم الإسلامي الموجود، أنا أعتقد بأن وضعها لكان مختلفا عن وضعها الموجود. ولكن تركيا لا، تركيا هناك تقدم. هذا التقدم حصل بعد إبعاد السياسيين الذين كانوا يسوسون المنطقة بالوكالة، وبعد مجيء من كان هو حرا في رأيه. وهذه ووجودهم وإتيانهم وتقديم تركيا إلى هذا النموذج أتى أيضا بمراحل. يعني الذي هو على علم بالمراحل التي نحن مرنا فيها في تركيا سياسيا، لم نأتي إلى هذا المستوى يعني في يوم واحد. تراكمية، قضية تراكمية تحتاج إلى وقت طبعا. وكل يوم تركيا نحو التقدم في المجال الاقتصادي الديمقراطية وما يتعلق بها من الشروط والمقدمات التي يجب أن تكون موجودة. طيب بقي أن نتحدث عن عالم ما بعد الديمقراطية، كيف سيكون هذا؟ نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ جعفر، قدوم رئيس مثل دونالد ترامب إلى أمريكا، ثمة من رأى فيه أنه يعني ليس مجرد فرد وإنما انعكاس عميق لآليات اختيار الرئيس في هذه الدولة الكبيرة، زاد على ذلك صعود الشعوبيين في الغرب. السؤال هو، فيما يبدو أن العالم يمر الآن بلحظة انعطافة تاريخية، إلى أي شكل سينتهي هذا المخاض برأيك؟ والحقيقة أنا أتصور بأن هناك محاولة من قبل الشعوب ومن قبل حتى الحكام للجم
تضخم المؤسسات التي تضخمت وتحولت إلى مؤسسات ربحية منتفعة، أو ربما يعني تتلبد في عباءة الديمقراطية من أجل التلصص على العالم. هذا اليوم أصبح هو الهاجس الكبير بين الشعوب وبين الحاكم من أجل أن تكون هناك محاولة لتحديد دور هذه المؤسسات. ونلاحظ أن الموقف الذي اتخذه دونالد ترامب أمام مؤسسات الإعلام بشكل عام، أو حتى الخطابات الآن التي نسمعها في من قبل المرشحين لتحديد الأثرياء، أو حتى ما يحصل في فرنسا من أجل فرض ضرائب على الأثرياء، أو ما يحصل حتى هنا في بريطانيا. وبناء على ذلك أصل العملية التي تفرز هتلر أو تفرز دونالد ترامب هي من الأساس عملية ديمقراطية، وهذا ما ينبغي أن نهتم به ونحتفظ به بعيدا عن الإفرازات. كما أن الديمقراطية قد تفرز يعني إفرازات إيجابية ومقبولة غالبا ما، ولكن ما أحيانا تعطي إفرازات سلبية لا ترضي المجتمع، لا ترضي الشعوب. ناهيك عن أنه نرجع ونعود بأن المجتمعات الغربية، إذا كنا في بريطانيا، البريطاني ما يهمه الديمقراطية في داخل بلده. نعم. حتى ولو تغذت هذه الديمقراطية على حساب الأمريكي أو الفرنسي أو الاتحاد الأوروبي. نعم. على سبيل المثال. وبناء على ذلك إذا ما سألنا ما بعد الديمقراطية، أنا أعتقد الآن الاتجاه العام في الغرب رغم كل المآخذ على الديمقراطية هو لن يفكر في الواقع إنجاب بديل للديمقراطية. طيب. لأنه لا يوجد، ولكن ما يحاول في الواقع. لكن أستاذ جعفر، يعني يعدل أرجو المعذرة، يعني أنت تقول بأن يعني دونالد ترامب هو جاء بآليات ووسائل ديمقراطية، والقائلون من المفكرين الغربيين بأن الديمقراطية في عالم ما بعد الديمقراطية يقرون بما تفضلت به. لكن أقتبس لك من كتاب ما بعد الديمقراطية لعالم الاجتماع البريطاني كولين كراوش، الذي قال بالحرف: أصبحت القرارات تتخذ من مكان آخر، من قبل آخرين، في ردهات اللوبيات وفي الشركات الكبرى المرتبطة بالنخب السياسية. حسنا، هناك آليات ديمقراطية، لكن المحصلة الدسم الذي ينتج عن ذلك هو شخص يأتي بناء على مصالح النخب الاقتصادية وحتى السياسة الداخلية، الاقتصاد والضرائب تصاغ وفق مصالح النخب وليس وفق مصالح الشعب، الذي تحول إلى جسد محنط يدلي بصوته من دون أن يكون له عائد مصلحة. يعني ماذا يمكن فعله إذا كان الشعب على سبيل المثال يتأثر في مغني ويصوت له؟ ما ذنب الديمقراطية؟ أو يتأثر بدونالد ترامب الذي جاء بثروته ولم يأتي بأطروحاته أو حتى بتجاربه؟ المهم أنه الوعي في هذه المجتمعات ربما يتأثر، وأنا أتفق معك، هو الذي يتأثر بهذه المؤسسات. ولذلك ينبغي تحديد هذه المؤسسات، هذه المجاميع التي تسمى مولتي ناشنال وهي التي تتحكم. يعني أنا قرأت في مقال أن هناك شركة واحدة الآن مولتي ناشنال لديها القدرة. طيب. أن تزيح 54 حاكم ورئيس خلال أسبوع في العالم. نعم. لديها. طيب. هذه القدرة. يعني هذه المؤسسات الرأسمالية الكبيرة استغلت. نعم. نموها والعولمة في القطاع المعرفي والإعلامي والمالي، ولكنما الأنظمة والشعوب في مجال. طيب. الديمقراطية تراخت وبقت متخلفة، ولذلك هذه. طيب. نمت وهيمنت على العالم. أما الديمقراطية لن تتحول إلى مفهوم دولي عالمي. أريد أن أرجع إلى المنطقة العربية. أشكرك جدا أستاذ جعفر. بالمنطقة العربية، هل على الدول العربية أو على المنطقة العربية أن تتكيف مع فنون الاستبداد وأن تتأقلم معه وأن تتعايش معه بما يقلل أقل الضرائر، أم ثمة شيء آخر يمكن أن يحصل؟ في اعتقادي ليس علينا التكيف مع الاستبداد ولا التكيف مع الفوضى. علينا أن نعيد بناء الإنسان، أن نعيد بناء الوعي، أن نعيد بناء المجتمعات. وأؤكد على فكرة أن العامل الذاتي بالمناسبة أهم في التحول الديمقراطي من تأثير العامل الخارجي. فقط ابني المؤسسات الداخلية التي قد تكون حزبا ناجحا، زي حزب عدالة والتنمية هنا في تركيا، زي مثلا المشروعات الاقتصادية الهائلة التي يقودها السيد محاذير محمد في ماليزيا، زي تجربة مكافحة الفساد. ابني فقط التجربة الداخلية الصحيحة، ويعني ولا نفكر في فكرة إيقاف مسار الثورات العربية. أنا في تقديري الشخصي
أن سبب عودة الاستبداد بهذه الصورة المتوحشة هو إفشال الثورات العربية وإصرار نظم بعينها، أعني السعودية والإمارات ومصر والبحرين بدرجة أقل، وطبعا إسرائيل هي رأس هذا الحلف في أن تفشل هذه المنطقة حتى تبقى هي الحليف الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، وتبقى المنطقة تابعة وتدار بالوكالة كما قال الأستاذ عبد الوهاب. آخر شيء أنه هذه النظم العربية الموجودة هي نظم هجينة، هي ليست نظما ديمقراطية أبدا، يعني حتى لو أجرت انتخابات فانتخابات جرت في مصر مثلا ويعاد انتخاب السيسي، تجري انتخابات في سوريا ويعاد انتخاب بشار الأسد كما هو، ايضا انتخابات في العراق كانت 2014 واعادت انتاج نور المالكي، ولولا داعش لبقي ابراهيم المالكي. اخر شيء ان من سيقاومون صفقه القرن في هذه المنطقه هم يعني الشعوب الحره، يعني بمعنى انظر الى اكثر الشعوب الاعتراضا على هذا ستجد انها الملكيات الدستوريه، ستجد مثلا حاله الكويت، مرزوق الغانم وغيره، حاله المغرب حراك في الشارع في الرباط في اماكن اخرى، في الاردن نفس الشيء، تونس ايضا الرئيس تونس تحدث عن مظلمه القرن وليس عن صفقه القرن. فكلما تمكنت هذه المنطقه من الحريه كلما كانت اكثر قدره على ان تنصر قضاياها وان تقاوم هذا الاستبداد. سؤالي الاخير اختم معك مسك الختام استاذ عبد الوهاب، يعني الان المفكرون هم يعني ينظرون لنهايه الديمقراطيه وصعود الاستبداد العالمي وان اخذ بعض الاشكال الجميله اذا صح التعبير، هل ستهزم الديمقراطيه ويعود الاستبداد من جديد؟ واذا ما هزمت ما البديل؟ يعني في الحقيقة العالم الآن نحو الدكتاتورية، يعني في الداخل والخارج. نعم. كما ذكرت لأسباب، يعني لأسباب خارجية ولأسباب يعني فطرية في الحقيقة، يعني من تبديل وتغيير يعني المجتمعات نحو يعني الأفضل أو نحو الأسوأ. بالنسبة لنا نحن نحو الأفضل، ولكن بالنسبة للمتآمرين نحو الأسوأ. يعني لذلك الآن يعني هذا التغير بدأ بوادره وبدأ يعني صدى التغير نحو الأسوأ، يعني نحو الدكتاتورياتي. ولكن مع ذلك أريد أن أركز أو أشير إلى نقطة أخرى، الديمقراطية، نعم الديمقراطية الحقيقية هي مطلبنا جميعا، والبشرية تحتاج إلى الديمقراطية الحقيقية التي تستند على إرادة الشعوب. ولكن الديمقراطيات الموجودة سواء في الداخل مع أنها أقل من قليل يعني، وسواء في الخارج في أوروبا وغيرها، هذه الديمقراطية هي لباس يلبسها من يظلم يعني الشعوب بأشكال وألوان أخرى تحت هذا اللباس. لذلك الأنظمة الموجودة سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية يعني كلها في الحقيقة يعني لا تسمن ولا تغني عن جوع مدة وجودها على واحد أو على إدارة ديمقراطية. على سبيل المثال الآن الحرية ليست شرطا من شروط الديمقراطية؟ نعم. هل يوجد حرية كاملة في ألمانيا لأجل إبداء الرأي؟ لو أي مواطن أوروبي ألماني أبدى رأيه ضد الصهاينة هذا ممنوع ويحبس. في أمريكا نفس الشيء، يعني لا هناك حدود، وهذه الحدود هي نتيجة من نتاج بعض التخطيطات. لذلك الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون موجودة، ولكن يلزم أن نعلم بأن الديمقراطية المتداولة يعني هم في الداخل ديمقراطيون ولكن ليس للخارجي. وأنا أضيف على هذا بأن الديمقراطية الموجودة عندهم ليست ديمقراطية حقيقية. أشكرك جدا أستاذ عبد الوهاب. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي بحثنا فيها موضوع الحكم في زمن الاستبداد. أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو معي، أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبد الوهاب إكنجي الكاتب والباحث السياسي التركي، وعبر سكايب كان معنا من لندن جعفر الهاشمي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم، في حراسة الله.